ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. بناء خيمتين من البلاستيك الأسود بشاطئ أكادير يستنفر السلطات. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم الأربعاء صورة تظهر خيمتين كبيرتين من البلاستيك الأسود على شاطئ أنزا شمال مدينة أكادير، ما أثار استغراب المغاربة. وحسب مصادر إعلامية فإن شخصا قام بتثبيت تلك الخيمتين لتكون مكان لإيواء أسرته وقضاء بعض الوقت للاستجمام والاستمتاع بنسمات البحر. وأوضح المصدر نفسه أن السلطات المحلية تدخلت لإزالة هذه الخيام البلاستيكية لكونها تشوه جمالية الشاطئ. وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع هذه الصورة مؤكدين أنها تسيء للشاطئ والمدينة بأكملها.